عسلمة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مبروك خدير، تحييكم. أنا من بين ثلاثة مترشحين لرئاسة المجلس الاستشاري لشبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شفتوني في فيديو سابق، ولكن سأعيد على مسامعكم ما كنت قد رأيته من رؤية في الحقيقة في إطار ترشحي لعضوية المجلس الاستشاري في مرحلة سابقة، والآن نحن ندخل غمار منافسة من أجل الرئاسة. وأحيي بهذه المناسبة زميلي العزيزين مصباح ونهى، وأيا كان منا فالمهم هو أننا كلنا أعضاء للمجلس الاستشاري، وشكرا لثقتكم في المرحلة الأولى، وأتمنى أيضا أن أحظى بثقتكم في هذه المرحلة الثالثة. نحن امرأتان يتوسطنا رجل، صوتوا لمن ترونه الأفضل، وسيان عندي إن كنت أنا أو هما، لأنهما هما أيضا من خيرة الكفاءات المهنية في الإعلام على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من حيث الرؤية في الحقيقة كنت قد عبرت في السابق على أنه لدي رؤية خاصة في مجال تطوير الجانب التدريبي في شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما أنني دربت سابقا في هذا السياق، وأعتقد أنه التدريب اليوم لابد أن يكون مشفوعا بالمرافقة، وكذلك بفتح إمكانيات النشر وكذلك إمكانيات العمل. وأعتقد أنه الشبكة اليوم بلغت من التشبيك العلاقات ما يجعلها قادرة على أن تتعامل مع العديد من المؤسسات الإعلامية والصحفية في العالم من أجل تأمين النشر والإنتاجية لمن يتدربون على يدها من خيرة شبابنا. الرؤية الثانية، أو كذلك ربما الخطوة الثانية التي أريد أن أخوض فيها خلال ربما المرحلة القادمة في المجلس الاستشاري، وهي تطوير العلاقات والتشبيك أكثر مع المؤسسات الإعلامية، ولما لا يمكن أن تكون شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا منبر للإنتاج يمكن أن تستأنس إليه المؤسسات الإعلامية والصحفية الأخرى، ويمكن أن نستغل المتميزين من المتدربين على يد أبرز الكفاءات في شبكة مدربي شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى نستطيع أن نطوع هذه الكفاءات بما يؤمن مادة تحريرية ومادة إنتاجية على مستوى السمع والبصري. يمكن أن تكون مادة أولية للمؤسسة الإعلامية، ويمكن أن تكون هذه المادة أيضا مدفوعة الأجر، وبالتالي نصبح نحن بوابة للإنتاج في شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من بين كذلك الأفكار التي تواردت علي هو أن نكون هناك لقاءات سنوية، أن يكون هناك تظاهرات، أن يكون هناك إصلاح للقطاعات الإعلامية والصحفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من منطلق الشبكة ورؤيتها، وبالتالي لابد أن يتطور الجانب الاستشاري بالنظر إلى أن الشبكة اليوم تزخر بكفاءات من أهم القواعد الصحفية والإعلامية في شتى أصقاع الدنيا، وهذه الكفاءات يمكن أن تكون أيضا هيئات استشارية لإصلاح المؤسسة الإعلامية مثل ما هو الشأن في تونس. نحن نحتاج إصلاح القطاع، وهذا الإصلاح أعتقد أن الشبكة قادرة على أن تساهم فيه بفتح مجال الحوار من أجل وضع المقترحات. في الحقيقة الأفكار برشا برشا، ولكن هذه مجملا أهم ثلاثة نقاط نحب نسوقها لكم. وأنا سعيدة جدا بأنني خضت هذه التجربة معكم، وسعيدة جدا أنني جزء منكم وإليكم. صوتوا مبروك خبير، ولكن كنت حبوا زادة حتى نهى ومصباح، حتى هما كفاءات كبيرة برشا، وأنا سعيدة أني موجودة بين كوكبين إعلاميين في خضم منافسة رئاسة المجلس الاستشاري. تشاو تشاو.